السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي مهم دابا بصح. سمعوا المدرب العالمي ماوريتسيو ساري صاحب سيجاره واللي معروف بها والمدرب ديال لازو الجديد كيتحدث على ابرز المحطات ديالو في مسيرته التدريبيه ودوا على حكيم زياش ودوا على رونالدو. لكن قبل ما نقول لكم شنو قال على زياش وفيرنر والعديد من اللاعبين ديال تشيلسي والمحطه وشنو كان دوز مع تشيلسي نقول لكم بعدا شنو قال على رونالدو باش نستافدوا من الكلمات اللي قال على اللاعب الاسطوري رونالدو. كما عارفين ساري كان مدرب ديال يوفنتوس وكان مدرب ديال رونالدو عام 2019-2020. عام دابا هو مريح وخد إجازة وما خدمش فيها. وسمعوا مزيان اش قال ساري على تدريب رونالدو في الصريحات لموقع سبورت إيطاليا. تدريب رونالدو ليس سهلا على الإطلاق من جميع النواحي، إنه مثل شركة متعددة الجنسيات لديه اهتمامات شخصية يجب أن تتوافق مع كرة القدم. اهتماماته تتجاوز الأمور الطبيعية وتتجاوز الفريق والنادي. أنا مدربا ولست مديرا، ومع ذلك فإن رونالدو يصنع الكثير في نهاية الموسم، لكن في السنوات الأخيرة سمعت الكثير عن اللاعبين وقليل عن الفريق. ودابا دواء على فريق تشيلسي ودواء على قرار ديالو واش كان سيء أو لم زيان بالنسبة للرحيل على تشيلسي قال. ومهم كما عارفين الخوت راه ساري ملي كان مع تشيلسي في 2018-2019 كان توج معهم باليوروبا ليغ، اللقب الغالي كما مكتوب في لي فوتو. أرادت مارينا غرانوفسكايا منعي من مغادرة تشيلسي. اليوم أقول إن رغبتي في العودة إلى إيطاليا كانت مخطئة. وقال ساري على انتداب تشيلسي الجديدة على حكيم زي تيمو فيرنر وكاي هافرز وموسل مونت قال: بعد ذلك جاء تيمو فيرنر وكاي هافرز وحكيم زياش وموسل مونش وجميعهم مناسبون لي وطريقة لاعبي. يعني كون بقى مع تشيلسي كان غادي يعتمد على هاد اللاعبين هادو وكان غادي يعرف كيفاش يستخدمهم، خصوصا اللاعب المغربي حكيم زياش يعني قلب اللي مناسب اللاعب ديالو. وكون كان باقي مع تشيلسي كون قدم معاهم اسلوب جميل وكانوا غيناسبوا اللاعب ديالو. هذا ما كان اخوت، اش بالكم في كلام ديال المدرب ساري؟ كان معكم الاخ ديالكم مروان وتهلاو.